حبايبي الحلوين الطعمين بس مش الصغنانين، النهارده مش حدوته ومش في الصغنانين، النهارده كلام للماميز الكبار مامهات الصغنانين. النهارده هحكي يا اصحابي عن حاجه انا شفتها كتير بتتكرر بحكم ان انا بتحرك كتير في الشارع وبعدي على مدارس كتير. شفت منظر اتكرر كتير قوي لفت نظري الحقيقه، الاقي مامي حلوه وجميله كده ماشيه وجنبها ابنها حلو كده ثالثه ورابعه ابتدائي مثلا، وهي ماشيه وشايله له شنطته وهو ماشي جنبها ما بيعملش حاجه. قد يبدو الموضوع بسيط وسهل او ايه يعني فيها ايه، لا هي فيها كتير الحقيقه. غير كده انا عارفه والله ان الام بتبقى واخده الموضوع ده من منطلق بقى ان هو صغنن وحرام وضهر وهيشيل الشنطه دي ازاي وانا اشيلها ده عشان ارحمه، والرحمه والانسانيه والكلام ده. الكلام ده جميل والله وانا حاسه بيه ومقدراه، لكن للاسف الاثار بتاعته بعد كده ما بتبقاش حلوه. الطفل الصغنن دوت اتعود ان في اي حد بيشيله بيشيل عنه بيعمله اي حاجه. الحد دوت دلوقتي مامي، بعد كده لازم يكون اي ست اي موجوده في الحياه معاه، يعني سواء زميلته في الشغل دايما بيرمي عليها شغله، سواء زوجته دايما بيرمي عليها مسؤولياته. وانت نفسك دلوقتي وانت ماشيه يا مامي وشايله الشنطه بعضكم يعني طبعا يعني مش الكل، عماله تفكر تقول اشمعنى انا اروح اودي المدرسه واجيب من المدرسه واشيل على ظهري، واروح اودي التمارين وامشي من التمرين وشايله الشنطه على ظهري، هو ليه ما بيعملش كده؟ هو ده اللي هو الزوج. ما هو مامته من صغره ما عودتهوش ان هو يشيل شنطته، ما عودتهوش ان هو يشيل شيلته، عودته ان في حد تاني بيشيله وهو ماشي ما بيعملش حاجه وشايف ان دوت عادي وطبيعي. انا كمان بشوف الام وهي راجعه من التمرين، يا عيني يا حرام شايله شنطه قد كده فيها كل حاجات ابنها وهو برده ماشي جنبها ما بيعملش حاجه، وتقول علشان هو لسه راجع وتعبان بقى مرهق من التمارين. حبيبتي انت عودتيه ان هو ما يشيلش حاجه، فما تزعليش دلوقتي لما تلاقي زوجك ما بيعملش كده برده ومش شايل حاجه، هو اتعود من صغره ان في حد بيشيله شيلته وان في واحده لازم تتصرف والواحده دي مش هو. انا شفت مره حد كده كان يعني حارس في بيت بسيط يعني، لكن ما شاء الله صحته حلوه قوي، قاعد ومقنتخ كده على الكرسي ومراته ماشيه طالعه العماره فوق وشايله يعني اسمها ايه انبوبه، شايله انبوبه على ظهرها انبوبه تقيله جدا وطالعه بيها الدور الخامس، وهو عادي جدا قاعد يضحك ويهزر على صاحبه اللي جنبه ومفيش اي مشكله عنده. وبعدين لما حد لفت نظره قال له ما تشيل، ما هي صحتها زي البومبه، هي ما تشيل ما تشيلش ليه؟ ما هو ده هو التاني، هو الصغنن ده اللي مامته وهو صغنن شالت له شنطته. شفتوا بقى الحكايه مش بسيطه ازاي، حكايه كبيره. ونلاقي في نفس الوقت يعني حاجه غريبه جدا، نلاقي البنت يقولوا ايه؟ لا ما نعملهاش، هي تعمل لوحدها، سيبوها تعمل كذا عشان تتعود، خليها تتعود تتحمل تشيل المسؤوليه، لا اله الا الله. وكان البنت مكتوب عليها وهي قد كده يا عيني، وحتى كمان في اللفه ان هي اللي تشيل المسؤوليه وتشيل الطين زي ما بيقولوا، وتعمل كل حاجه لنفسها وللي قدامها كمان. حلو، هي تتعود تشيل مسؤوليه فعلا، لان الدنيا زي ما احنا شايفين دلوقتي صعبه قد ايه. لكن كمان نعود ده كمان هو اللي يشيل المسؤوليه، بالعكس ده هو يشيلها اكتر، لان البنت دي في المستقبل مسؤوله منه، مسؤوله ان هي يشيلها ويشيل مسؤوليتها بجانب مسؤوليته هو كمان والحاجات الكتير اللي وراه اللي لازم هو اللي يتصرف فيها بس مش الست. يا اصحابي ممكن يبدو الموضوع بسيط وسهل، لكن صدقوني هو مش بسيط ومش سهل. ما تعودوش ولادكم من صغركم ان في حد تاني بيشيل شيلته وان حد تاني هو اللي هيشيل وراه، لا عودوه ان هو ليه مسؤوليات محدده لازم هو اللي يعملها ولازم هو اللي يشيلها، ما ينفعش ابدا مامي هي اللي تعملها بداله، علشان يا حرام في واحده في المستقبل، انا جايه لك من المستقبل اهو وشايفه اللي حواليا عاملين ازاي، واقول لك في واحده من المستقبل هتدعي عليكي وتقول لك ان انت وانت وهو صغنن ما عودتيهوش يشيل مسؤوليه، فبالتالي يا حرام هي اللي تدبسك بعد كده. يا جماعه ارجوكم عودوهم يتحملوا المسؤوليه، عودوهم يشيلوا شيلتهم، خليه يشيل شنطته، خليه يشيل شيلته. باي باي.